بعد مضي عامين على الاقتتال في تعز وانتشار داعش والقاعدة وتحولها إلى ثقب أسود في حرب تحرير اليمن، ظهر الحاكم العسكري الفعلي عبد فرحان المخلافي المعروف حركياً باسم سالم. شارك في حرب أفغانستان وكان مقرباً من أسامة بن لادن، يوصف بالحاكم السري لمحافظة تعز وصاحب القرار الأول في المؤسستين العسكرية والأمنية. يعمل قائداً عسكرياً وأمنياً سرياً لميليشيات الإخوان منذ بداية الحرب مطلع 2015، ويسيطر على المال والسلاح المقدم من التحالف العربي لتحرير تعز ويخفيه بمخازن الإخوان، ولم يجد أفضل من تنظيم الحمدين حليفاً في تخريب المدينة اليمنية.